انفجر الوضع إذن في المهرة بعد أشهر من الاعتصامات السلمية والمطالبات بمغادرة القوات التابعة للمملكة العربية السعودية. تحولت المطالبات إلى مواجهات عسكرية والشعارات إلى أسلحة. طائرات الأباتشي التابعة للرياض تحلق في سماء المهرة وتحديدا في مفرق فوجيت بعد اشتباكات مسلحة اندلعت صباح اليوم بين القبائل وبين القوات السعودية المتمركزة في المحافظة. جاءت هذه التطورات عقب اقتحام القوات السعودية لمفرق فوجيت الفاصل بين مديريتي حات وشحن بقوة السلاح، حيث أطلقت نيرانها وأصابت أحد المواطنين. القبائل من جهتها لم تتجاهل الوضع، بل حشدت العشرات من أفرادها في المفرق متوعدة بالرد على ممارسات المملكة العبثية حد وصفها. ساعات فقط ترجمت بعدها القبائل هذه الخطوة باعتراض تعزيزات عسكرية سعودية جديدة قرب عاصمة المحافظة الغيضة، كانت في طريقها إلى المفرق الذي يبعد عنها 41 كيلومترا. وبحسب مصادر محلية فإن طائرات الأباتشي السعودية أطلقت عدة صواريخ على مواقع قريبة من تجمعات أبناء القبائل في مفرق فوجيت بهدف تخويفهم والسماح لقواتها بالسيطرة على المكان. إذن هي خطوة من قبل المواطنين والقبائل في المهرة في طريق توقيف التوغل السعودي واستعادة القرار الذي يبدو أن الحكومة والسلطة الشرعية قد فرطت به منذ صمتها على أول انحراف للرياض والإمارات في إدارة الحرب باليمن.